ولذلك العصابة جزء منها متجذر في مؤسسات الدولة ويقاوم التغيير، وجزء منها يتقرب هذه الأيام من رئاسة الجمهورية ليكون له موقع في البرلمان القادم. إن من أولويات الحكومة العاجلة أن تبادر بتدابير لطمأنة المستثمرين الوطنيين والأجانب، ومن أولوياتها أيضا استكمال الاستجابة لمطالب الحراك الوطني بالحرب على الفساد المالي والفساد السياسي والبحث عن طرق واقعية وقانونية لاستعادة أموالنا المنهوبة. نقول أن المسارات الكبرى للإصلاح لابد أن تمر عبر مباشرة حوار وطني شامل عام قطاعي بين السلطة وبين مكونات المجتمع وبين مختلف النخب بينها بعضها مع بعض، واستكمال مسار التحول الديمقراطي بإصلاحات سياسية حقيقية وتعديلات دستورية جوهرية.